عدن إحدى أعرق المدن اليمنية، أصبح اسمها مقروناً بالموت اغتيالاً وبسجون سرية استحدثت في السنوات الأخيرة يمارس فيها الكثير من أشكال التعذيب. مؤسسات إعلامية من مختلف أنحاء العالم ومنظمات دولية على رأسها الأمم المتحدة تتحدث عن انتهاكات جسيمة لا يبدو أن مرتكبها يخشى الرقابة أو العقاب. فتحنا التحقيق في هذه الانتهاكات وبدأنا من الملف الأبرز، الاغتيالات السياسية. فقد شهد جنوب اليمن بين العامين 2015 و2019 ما يزيد عن 100 عملية اغتيال حسب ما وثقته تقارير أممية. أمضيت الكثير من الوقت على الصعيد الميداني في عدن، وتحدثت إلى الأئمة الذين تعرضوا للتهديد من قبل مسلحي مجهولي الهوية الذين كانوا يأتون إلى مساجدهم في أنصاف الليالي ويهددونهم. وبعد بضعة أيام على ذلك التهديد قتل بالفعل أحد الأئمة في مسجد مجاور. معظم عمليات الاغتيالات أو محاولات اغتيال الأئمة نفذها أناس كانوا يقودون دراجات نارية، في حين تم تنفيذ بعضها الآخر عن طريق قنابل مزروعة. لكن في كلتا الحالتين فإن من قاموا بتنفيذ تلك العمليات قد كانوا على درجة عالية من الاحتراف. في الحقيقة فإن المسألة التي ظل يشكو منها العديد من الناس في الجنوب هو أنه لم يجري التحقيق بشأن هذه العمليات بصورة صحيحة من قبل القوات الأمنية، حيث لم يتم تقديم أي من المسلحين إلى العدالة، بل اكتفت التقارير بالإشارة إليهم دائماً لمسلحين مجهولين. بالرغم من محاولات دفن الحقيقة والعمل الممنهج على إزالة الآثار خلف مرتكبيها، إلا أننا تمكنا من الحصول وبشكل حصري على محاضر تحقيق تنشر لأول مرة أجراها البحث الجنائي في عدن مع مجموعة من المتهمين بتنفيذ عمليات اغتيال. تقع المحاضر المسربة في 87 صفحة تشمل إفادات 4 متهمين في الاغتيالات. تذكر التحقيقات الأسماء الكاملة للمتهمين 4 وكل من يتعامل معهم، ولكن مراعاة للوضع القانوني سنطلق رمزا لكل شخص. فهنا يذكر التحقيق أحد المتهمين بصفة المدير المالي للعصابة، سنطلق عليه عين نون، بالإضافة إلى متهمين في فريق الاغتيالات، الأول عين طا والثاني تاء صاد، أما الرابع مسؤول المراقبة وحماية المنفذين، وسنطلق عليه رمز خاء عين. تكشف المحاضر عن الطرق المتبعة في تنفيذ أغلب العمليات. فهنا يقول المتهمون أثناء التحقيق: بعد الأذان بقليل نزل المستهدف بالاغتيال من بيته، لابس قميص رمادي فاتح وفوق راسه كوفية بيضاء، واتجه نحو الزقاق ونزلت أنا من السيارة خلفه، شاهر الآلي من خلفه، رميت عليه 3 طلقات حبة في الظهر، ونزل سين ميم أطلق عليه كذلك 5 طلقات، بعدها سقط المستهدف على بطنه على الأرض. نفذوا عملية اغتيال فهد اليونسي في المنصورة، وهذا فهد اليونسي مدير مدرسة البنيان، ونفذوا عملية اغتيال عبر عبوة ناسفة لسيارة عادل الجعدي،
وأيضا نفذوا عملية اغتيال إمام مسجد في المعلة بواسطة دراجة نارية. كلفت باغتيال الإمام عبد الحق إمام مسجد الأنصار في دار سعد، الأسلوب مسدس مكروف كاتم والعبوة الناسفة، ولم يتم التنفيذ، لم نستطع، فقد كان بجانبنا معسكر. في حين توثق الإفادات أسماء الشخصيات المتورطة والجهات التي تمولها وتواجهها، من خلال دوري أنا معهم والذي يتمثل المسؤول المالي لهذه العصابة، تعرفت على بعض أفراد هذه العصابة وأسماءهم ودور كل واحد منهم. ميمياء هو المسؤول الأول عن هذه العصابة التي تقوم بأعمال الاغتيالات في عدن والمحافظات الأخرى، والمذكور يعمل لدى التحالف الإماراتي وتحديدا مع أبو خليفة. قال لي لامعين نريدك تعمل معنا تبع الإمارات. بدأت العمل كعنصر استخبارات لصالح التحالف الإماراتي بقيادة أبو خليفة في عدن في بداية 2016 وحتى نهاية عام 2016. الإمارات العربية الآن هي اللي تقوم وراء الاغتيالات، تشتي صفي من أجل الصفصة، لأنه هذا شكله أمة المساجد شكله خطر عليها، النشطة السياسيين شكله خطر، قادة الجنوبية محارب منهم حرب غير عادية شكله خطر عليها، من أجل تسنى لها الوضع في الجنوب وتبغى لها الميليشيات الخاصة بها فقط، وهي اللي من تقف وراها، وعبرهم تنفذ، وعبر ميليشياتها تنفذ عملية الاغتيالات. حزام يسرى المغطري، الاستخبارات الإماراتية. بدأنا انضمام للحزام الأمني بتحرير البلاد أول بداية، يعني نوايا صادقة ونوايا مع بعض الشباب يعني أمينة. ثم بعد ذلك بعد ما تحررنا البلاد عدن وبعض المناطق الجنوبية، لذا يعني أتت بعض قيادات الطامعة اللي ربتها لنا أمارات الخير على ما يقول. اللافت في هذه المحاضر ورود اسم القاعدة في أكثر من إفادة، والعلاقة المثيرة التي تربط بين عناصر من القاعدة والجهات التي تدير وتمول العمليات. عين طاء تم استقطابه في شهر يناير 2018 من قبل بادال، وكون عين طاء عنصر سابق في تنظيم القاعدة، وحسب ما أخبرنا بادال أنه هو من كان يغتال الضباط قبل الحرب، ودوره في عصابة الاغتيالات منفذ اغتيالات. بادال يتركز دوره بعد استقطابه من التحالف عندما كان عضو في تنظيم القاعدة. دوره هو يكشف عن الأئمة الذي يغتالهم، حيث يعرف عن الشخص المستهدف في الاغتيال. قال: تواصل يوم الخميس مع يسران المقطري وشلال مدير الأمن بشأني، لأني كنت مطلوب للتحالف، وأخبرهم أني ضمن الفريق. أنا كنت عنصر مع تنظيم القاعدة، وبادل كان معنا بنفس التنظيم، وهو كان مبايع للتنظيم حيث بايع الأمير وائل سيف المكنى أبو سالم. قال لي عين ميم أنه متواصل مع أصحاب القاعدة وأنه لازال مرتبط معهم، وأنهم جابوا له شاصات وعبوات يشتو يشتغل داخل عدن، وقال أنه لازال مرتبط بالقاعدة ويتواصل معهم. وأخذ تلفون وفتح الواتس وروانا الصور حقي والمحادثة التي بينه وبين التحالف، وروانا كلام حق أبو صقر الإماراتي، وقال لي شوف الجماعة، ويقصد التحالف، يشتوك وكأنه يهددنا، إما أرضى بالعمل معه وإذا رفض يودينا للتحالف. بعدها أنا قلت له أنا موافق للعمل مع التحالف. العلاقة بين دولة الإمارات والقاعدة تعتبر علاقة مثيرة للجدل، وهناك أسباب عديدة لذلك. أولاً، هناك تقارير تحدثت عن بيع أسلحة وبدرجة خاصة بيع الإمارات المركبات لميليشيات تصنفها الولايات المتحدة نفسها بميليشيات إرهابية مقربة من القاعدة.
في اعتقادي أنه لا أحد تفاجأ عند سماع نبأ وقوف الإمارات وراء العديد من عمليات الاغتيالات في الجنوب وفي مدينة عدن على وجه الخصوص، لكن ما كان مفاجئاً حقاً هو اشتراك المرتزقة الذين تم استئجارهم خصيصاً للقيام بعمليات الاغتيالات. لم يتوقف الأمر عند تجنيد عملاء محليين في اليمن، فلم يمض 20 يوماً على تحرير عدن من الحوثيين حتى بدأ الحديث عن استئجار مرتزقة أجانب. فبحسب تحقيق استقصائي نشره موقع بازفيت نيوز بتاريخ 16 أكتوبر 2018، قامت دولة الإمارات باستئجار جنود سابقين في الجيش الأمريكي ويعملون حالياً في شركة أمنية خاصة تدعى مجموعة سبير أوبريشنز، وقد اعترف مؤسسها أبراهام جولان بتنفيذ عمليات اغتيال لصالح الإمارات العربية المتحدة. بالنسبة للاجتماع الذي جرى في الإمارات، فقد شمل كل من أبراهام جولان وعضو آخر من مجموعة سبير أوبريشن جروب يدعى إسحاق غليمر، بالإضافة إلى مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويدعى محمد دحلان وهو بالأساس فلسطيني يعيش في الإمارات العربية المتحدة. بالنسبة لأبراهام جولان فهو إسرائيلي من أصل مجري ويعيش الآن في ولاية بنسلفانيا ويدير شركة سبير أوبريشن جروب، وهي شركة مسجلة بصورة رسمية في ولاية ديلاوير. يبدو على الأرجح أن العاملين في سبير جروب قد حصلوا على رواتب باهظة أكبر من رواتب نظرائهم في القوات المسلحة الإماراتية، حتى وإن كان قد تم منحهم بالفعل مناصب داخل منظومة القوات المسلحة الإماراتية، فهي إجراءات تهدف إلى حمايتهم قانونياً. بالطبع الولايات المتحدة لا تحظر استخدام المرتزقة في الحرب، لكن مع ذلك تبقى الإشكالية في الإجابة على سؤال من المستهدف من وراء ذلك. فإن استخدام المرتزقة ينبغي أن ينحصر على استهداف أولئك الذين توافق الناس على محاربتهم في اليمن، كالالتفاف على حرب الحوثيين أو الحرب على الإرهابيين. حصلت المجموعة على عقد بقيمة 1,500,000 دولار شهرياً لفترة من الزمن، إلى جانب التأكيد على دفع علاوات إضافية عند إنجاز المهمة والقضاء على المستهدفين بصورة ناجحة. المهمة الأولى التي تولتها مجموعة سبير أوبريشن جروب في اليمن استهدفت عضواً بارزاً في حزب الإصلاح السياسي بمدينة عدن يدعى إنصاف علي مايو. العملية الأولى كانت عملية فاشلة، وهناك لقطات فيديو تظهر هذا الأمر الذي حصل عليه موقع بازفيد نيوز من تصوير بطائرة درون إماراتية كانت فيما يبدو تقوم بتغطية هذه العملية. لم أتفاجأ في الحقيقة بقصة المرتزقة، لأنني بالأساس متخصص في الكتابة حول هذا النوع من الموضوعات، وأجريت تحقيقات حول عقود الشركات العسكرية الخاصة في العديد من بلدان العالم. القائمون بمثل هذه الأعمال لا يخضعون للمساءلة، فبإمكانك أن تستأجر شخصاً لهذا النوع من العمل. عادة يكون جندياً سابقاً في الجيش الأمريكي أو من أي جيش آخر في العالم. أثناء البحث والتقصي حول ما يؤكد تجنيد الإمارات لمرتزقة أجانب، حصلنا على عقد اتفاق بين مجموعة سبير أوبريشنز ممثلة بأبراهام جولان وفادي سلامي. وبحسب دباجة العقد فإن سلامين يتمتع بعلاقات دولية واسعة خاصة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيقوم بخلق فرص عمل لمجموعة سبير أوبريشن مع دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل أجر شهري قدره 20,000 دولار و50,000 دولار بمثابة مكافأة التوقيع على الاتفاق والحصول على نسبة 20% من كل الدخل.
تتبعنا مصير هذا التعاقد فوجدنا أن الأمر وصل إلى القضاء الأمريكي. فبعد إخلال الشركة ببنود العقد قدم محامي فادي السلامين هذا الإخطار الرسمي لمجموعة سبير أوبريشن يطالبها فيه بمعالجة الإخلال بالعقد. وحينما لم تستجب المجموعة رفع سلامين دعوة قضائية في محكمة الولايات المتحدة المحلية في كولومبيا للمطالبة بدفع ما يقارب مليون دولار عمولة لتلك الوساطة. الإمارات العربية المتحدة هي دولة قائمة بالأساس على جيش من المرتزقة، وباعتبارها دولة قليلة العدد في سكانها الأصليين درجت الإمارات على تبني منهج يرحب ويشجع الأجانب للانضمام إلى جيشها والمشاركة في حروبها. ولهذا فالحرب في اليمن تعتبر المثال الأبرز والأسوأ لهذا التوجه. في الوقت الذي كنا نعمل فيه على هذا التحقيق أصدر فريق الخبراء البارزين التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريراً بالنتائج التفصيلية التي توصل إليها بشأن اليمن. حيث تناولت فقرات عديدة العامل المشترك لضحايا الاغتيالات، فهم حسب التقرير وأن اختلفت خلفياتهم السياسية والفكرية، إلا أن ما يجمعهم هو تأثيرهم في المجتمع وانتقادهم العلني للإمارات والأجهزة الأمنية التابعة لها. فقرة 254 من تقرير الخبراء أكدت على أن العامل المشترك لدى الضحايا الاغتيالات هي الضحايا كلهم مناهضين للإمارات أو يرفضون التواجد الإماراتي أو لم تكن الإمارات راضية عنهم. وهناك أدلة تثبت هذا الأمر. هناك قضية الشيخ راوي وهي القضية التي حدث فيها ضغط شعبي كبير وتم التحقيق والقبض على القتلة، واعترفوا على أنه هاني بن بريك ومن أمرهم بعملية الاغتيال، وهاني بن بريك هو رجل الإمارات الأول. بالتأكيد عمليات الاغتيال لم تكن مجرد حوادث عرضية، فقد نظرنا في مجمل الأحداث المحيطة بحوادث الاغتيالات بما في ذلك سمات الضحايا أنفسهم وتصريحاتهم العامة وانتماءاتهم، كما نظرنا في السياقات التي حصلت فيها عمليات الاغتيال، فوجدنا في بعض الحالات أن المتهمين بارتكاب الاغتيالات كانوا يرتدون أزياء قوات الحزام الأمني أو القوات الإماراتية، وفي حالات أخرى كثيرة لاحظنا أن هذه الاغتيالات جرت في مناطق تقع تحت سيطرة قوات الحزام الأمني، وفي حالات أخرى وجدنا المتهمين بارتكاب الاغتيالات كانوا إما يأتون أو يغادرون مسرح الجريمة من خلال نقاط تفتيش تابعة لقوات الحزام الأمني. وفي سابقة خطيرة يشير التقرير إلى أن ضباطاً إماراتيين في سجن قاعدة البريقة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي طلبوا من سجناء أن يصبحوا قتلة، وعندما رفض بعضهم القيام بذلك حاول مفادو الإمارات العربية المتحدة إكراههم بالاعتقال المطول والتعذيب بما في ذلك العنف الجنسي. السجون السرية التي انتشرت في عدن والمحافظات الجنوبية كانت ملفنا الثاني في هذا التحقيق. في تعذيب حصل صراحة غير بشع غير طبيعي، ولا يعني أحد يسويه في العالم صراحة في بلادك، ويهينونك بالهيانات هذه. يا أخي في ناس يا أخي تصدق مارسوا الجنس معهم، مار شخص طريق مسكونه اشتبهوا فيه مسكونه يدخلونه داخل بعدين يبهدلونه يفكون عليه الكلاب فترة محدودة ويطلعون. ما في حد حول، ما في نظام، ما في قانون، ما في قضاء، ما في محكمة، ما في حد يقدر يتكلم أبدا. هذا الشخص ينهي ويامر إماراتيين وخلاص. السجون السرية في اليمن، هناك سجون عند الإماراتيين نفسهم، هو أحد السجون الذي كنت أنا فيه، وأيضا سجن الريان فيه الإماراتيين، سجن الضبة فيه الإماراتيين وفيه الأمريكيين أيضا، السجن الذي كنت أنا فيه فيه الإماراتيين وفيه الكولومبيين، لكن في معتقلات أخرى يشرف عليها اليمنيين
المسؤول عليها يمنيين، لكن أيضا بإشراف إماراتي لا تخضع لوزارة الداخلية ولا لبعث ولا للنيابة ولا تحقيقات رسمية، كلها عبارة عن شغل عصابات. وفقا للقانون الدولي يعتبر الضحية شاهدا تأخذ بشهادته حتى المحاكم الدولية. ومع ذلك في سياق الاستقطابات الحادة في اليمن، قد يقول قائل إن هؤلاء موالون لبعض أطراف الصراع القائم، لذلك حرصنا على توثيق الحقيقة من خلال شاهد من خارج الجغرافيا اليمنية وجد نفسه في سجون الإمارات في عدن. توجهنا إلى العاصمة السويدية ستوكهولم لنقابل مروان لطيف، المواطن السويدي من أصل عراقي، قضى أكثر من عامين في سجون عدن السرية، يروي لنا شهادته التي حصلنا عليها بشكل حصري. ستسمع مني قصة فريدة، لأن الحكاية التي سأرويها لك الآن لم أخبر بها أحد قط من قبل. تم القبض علي بواسطة الإماراتيين أنفسهم بشكل مباشر، ومعهم يمنيون يعملون في القوات الخاصة أو القوات الأمنية، ومن ثم أخذوني مباشرة إلى القاعدة العسكرية. سألوني عن حسابي على الفيسبوك وعن بريدي الإلكتروني، فأعطيتهم كل تفاصيله. طلبوا مني معلومات بشأن عائلتي وتفاصيل حول أسمائهم وأرقام تليفوناتهم، فأعطيتهم إياها. بعد تجربة السجن لم يعد الحياة طعم، فلم أعد أشعر بالسعادة وفقدت المتعة في الأشياء. كيف يمكن لهذا الكم الهائل من الخير أن يعيش مع كل هذا الشر في نفس الزمان والمكان؟ بل كيف يمكن أن يوجد هذا القدر الكبير من القبح مع الجمال في نفس هذا الكوكب الذي نعيش فيه؟ أبشع العذاب الذي تلقيناه هو يعني ضرب واغتصاب. الاغتصاب يعني مش تمام، تحصل إنك دخلوا لك ناس ثلاثة أربعة يمسكونا، واغتصاب وكهرباء وضرب يخليك تكره اليوم الذي أجيت به، مش لحالك، عدة أشخاص، بس تسمع أنين الناس، اسمع من الزنزانات الباقين ضرب وصياح، ويعني يوقع لك القلب حقه. بعد مضي يومين من احتجازي، حقق معي شخص أجنبي ملثم الوجه، لكن يبدو مما ظهر من ملامحه أنه أمريكي. سألني هذا المحقق عن الدين وعن مستوى تديني وعما إذا كنت مداوما على الصلاة أم لا، وما رأيي في الإسلام، كيف بدأت الصلاة. ولما اقتصر تحقيقه على الجانب الديني فقط، قلت له ليتني أستطيع أن أنتزع عقلي وقلبي لأطلعك كيف أفكر، لأنه اعتبرني شخصا متدينا في حين لم أكن كذلك البتة. وبمجرد خروجه دخل المحققون الإماراتيون. يبدو أن إجابة مروان على الضابط الأجنبي لم ترق للإماراتيين، وهذا ما تكشفه ردة فعلهم بعد انفرادهم بمروان. لم يعذبوني أمام المحقق الأجنبي، وإنما انتظروا إلى حين مغادرته. أحضروا اثنين أو ثلاثة من العساكر الملثمين وجعلوني أستلقي على بطني، وبدأوا في ضربي بالأسلاك الكهربائية لأربع ساعات إلى أن فقدت وعيي تماما. من الأيام التعيسة، في يوم من الأيام يعني جندي إماراتي تحرش بأحد الشباب. هذا الولد بدوي يعني اعتزاه وكاد أن يهاجم الجندي الإماراتي، فما كان منهم إلا أن اجتمعوا عليه وقيدوه وعلقوه في شب وخلعوا ثيابه وأبقوا له فقط يعني سرواله القصير، ثم ضربوه من الساعة 8 الصباح إلى الساعة 4 العصر، لم يتوقف الضرب حتى تقطع جسده ونحن ننظر من ثقوب الزنازين. ثم أتوا بالشطة وملح وضعوها على الجروح، وصاح الولد يعني صيحات هزت كيان السجن كاملاً، والكل حقيقة بكى في ذلك اليوم، وكان منظر يعني شنيع وفظيع لم ولن يذهب من أذهاننا. Of course the
بالطبع تعرضت إلى أسوأ حالات التعذيب، يمكنني أن أذكر خمسا منها. أولها حصلت عندما كسر أنفي، والثانية عندما شاهدتهم يعلقون الناس في السقف لثلاثة أو أربعة أيام. الحادثة الثالثة حصلت عندما رأيتهم يهددون شخصا بالاغتصاب لو لم يقدم لهم اعترافا ولو كاذبا. أما الحادثة الرابعة فهي التي تمنيت فيها الموت، وقد حصلت عندما علقوني في السقف أثناء التحقيق الثالث، فظلوا يضربونني طوال فترة التحقيق وبعده. وبالنسبة لحادثة السجان المدعو وحش الذي أحرقني وضربني حتى سال مني الدم وفقأ عيني، فقد كانت تلك الحادثة الخامسة. أثناء التحقيق كنا نحرص على الربط بين شهادات الضحايا للوصول إلى أقرب صورة ممكنة من الحقيقة. هنا يروي لنا مروان لطيف ما يتعرض له المعتقلون في السجون السرية. وأثناء سرده لنا للكثير من الحوادث، استوقفنا لقاؤه بعادل الحسني داخل سجن التحالف السعودي الإماراتي. وضعوا عادل الحسني داخل حفرة أشبه بالمقبرة، وهناك أوسعوه ضرباً بالأسلاك الكهربائية الحادة، فكنا نسمع أصوات ضرب الأسلاك وأصوات الصعق الكهربائي وشتى صنوف التعذيب الأخرى. في الحقيقة التعذيب الوحشي الذي مورس بحقه هو أمر لا يمكن وصفه. ثم أعادوه إلينا وهم يضربونه ويركلونه ورموه بالقرب من قدمي. حينها قلت له عليك بالصبر، وأعطيته شرشفي. في سجن بئر أحمد عندما التقينا كمعتقلين بدأنا كل واحد يحدث الآخر بأصعب المواقف التي مرت عليه. حدثني بعض المعتقلين، يعني قال لي أنا لم يؤثر فيها لا التعذيب ولا الكهرباء ولا الصعق ولا التعليق ولا قلة الطعام ولا قلة الشراب. أصعب موقف لي أثناء التحقيق عندما وصف لي المحقق ثوب أهلي، لأنهم دخلوا علي إلى غرفة نومي وكانت زوجته لابسة ثياب النوم، فوصف لها الضابط الإماراتي اللباس التي كانت تلبسه زوجته، وكان هذا شيء مؤلم جدا لنا كيمنيين ولن ننساه. تتجاوز الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين التعذيب الجسدي إلى التعذيب النفسي، وهذا ما أكده لنا الكثير من الضحايا، سواء من وافق على الظهور أمام الكاميرا أم من اعتذر بسبب الخوف. وما يكاد يجمع عليه الضحايا هو القهر والإذلال الممنهج الذي يتعرض له السجناء، والمبالغة في النيل من كرامة المعتقلين. درج الإماراتيون على تعذيبنا نفسياً وجسدياً، لكن أسوأ مشهد يجدر بي ذكره هو مشهد الرجل الذي قتلوه في 24 من شهر نوفمبر 2016 حوالي الساعة 12 أو 1 ليلاً. رفض الرجل أن يعترف بالاتهام، فقتلوه ووضعوه داخل كيس بلاستيك، أو بالأحرى كيس قمامة أسود. عندها بدأت أقول لنفسي، لأي نوع من البشر ينتمي هؤلاء الناس؟ ومع من نتعامل هنا؟ الشخصيات التي قتلت الرجل معروفة، فيهم شخص يدعى هتلر واسمه الحقيقي علي مطر، وسلطان فيروز الملقب بفيروز، وعلي حارث الملقب بأبي علي. أبو علي. طبعاً أثناء التحقيقات يخوفوك بأشياء كثيرة، ومنها النقل إلى سجن عصب، وقد نقل بعض المساجين والتقينا بهم في سجن بئر أحمد، وحدثونا أن هناك السجون أشد السجون السرية التي تخضع للإماراتيين هو سجن عصب، ويتم تخويفنا، وأنا شخصياً أيضاً تم تخويفي أني سأنقل إلى عصب. وسجن عصب هذا في جزيرة في إريتريا، وقد نقلوا كثير من المساجين إلى هناك، ومنهم حسب ما تحدثوا لنا بعض الجنود الإماراتيين الشيخ عوض عبد الحبيب وابنه غسان. السجين عوض بن حبيب الذي ذكره عادل الحسني هو رجل أعمال من أبناء مدينة عدن.
عرف بدوره البارز في دعم المقاومة التي واجهت الحوثيين عند اجتياحهم المدينة. كان ابنه علي قد تواصل معنا قبل فترة من بدء العمل على هذا التحقيق، إلا أنه قتل في حادثة تشك عائلته أنها كانت مدبرة. التقينا بسام الابن الثاني لعوض بن حبيب رجل الأعمال المخفي قصرا حتى هذه اللحظة. في تاريخ 21/4/2016 الساعة 2 الفجر أجت قوة غير قانونية من المدرعات العربات والأطقم دهمت مصنعنا ومنزلنا الكائن، وأخذت والدي رجل الأعمال عوضالي عبد الحبيب وأخي قسان. فمن هذه اللحظة إلى يومنا هذا ما نعرف ولا ندري أين مصيرهم. تواصلنا مع جميع الجهات اللي تواصلنا مع عيدروس، تواصلنا مع شلال، تواصلنا مع طبعا قيادة الأمن كلهم أبو اليمامة، وبرضو معي من التواصل برضو مع أبو خليفة، وقابلوا قائد التحالف اللي هو أبو راشد، وقسينا وشاف قال أعطوني 4 أيام مهلة، وللأسف ما فيش أي رد. لا تقتصر المعاناة على السجناء فحسب، فكثير من أهالي المعتقلين لا يعلمون مصير ذويهم. بعد محاولات عديدة من أبناء عوض بن حبيب سمح لهم بالتواصل معه عبر الهاتف، وهنا يحدثنا بسام عن المرة الأخيرة التي سمع بها صوت والده. آخر التواصل اللي حصل يمكن حوالي في شهر 7/2018 تقريبا، تواصل أنا معي، أنا كنت أكلمه شخصيا، قال رحنا في سجون الإمارات أخذتنا وجددت رحنا في السجون بدون أي تحقيق بدون أي شيء. فقال لي أفضحون في العالم يعني. في بعد هذاك الاتصال لم يتصل ولم نعرف أين مصيره وأين هو أبدا. كان أبو خليفة هو أكثر الأسماء التي تكررت أثناء هذا التحقيق. حاولنا مرارا التواصل معه ولم يرد، فراسلناه عبر تطبيق الواتساب. تجاوب معنا في البداية، ولكن بعد أن طلبنا منه التعليق على ما ورد من اتهامات قام بحظرنا، وحرصا منا على إتاحة الفرصة للجانب الإماراتي ليدلي بوجهة نظره حول ما يجري في جنوب اليمن. قمنا بإرسال بريد إلكتروني لكل من وزارتي الخارجية والدفاع في حكومة أبوظبي، وما زلنا ننتظر الرد حتى هذه اللحظة. تراهن الإمارات على صمت المجتمع الدولي من خلال تقديم نفسها كمحاربة للإرهاب في اليمن، فقد صرحت بذلك أكثر من مرة. يروي لنا مروان لطيف كيف حاول المحققون إجباره على الاعتراف بقضايا تتعلق بالإرهاب. بدأت أختلق قصصاً للمحققين حتى يتركوني وشأني، لأنني شعرت بشلل في يدي من الضرب. عندما بدأت أختلق القصص بدأوا يحسنون التعامل معي، وبالتالي استمريت في اختلاق القصص. فعندما علقوني في السقف مكبل اليدين قلت لهم نعم أنا مع القاعدة، فقالوا حسنا وأنزلوني من السقف وسمحوا لي بالجلوس على الكرسي وقدموا لي ماء وسيجارة. لذا توجب علي التفكير في القصة الآن حول شاب اسمه أحمد لم يكن له وجود أصلا. أثبتنا مع السلطات السويدية أنه لم يكن له وجود، إنها قصة مختلقة. ربطوها برجلي شبكها بالكهرباء، جلست يمكن حوالي 10 دقائق صيح والكهرباء تلفخ بي صيح والكهرباء اعترف بايش؟ اعترف انك في تنظيم القاعدة. طيب ما عندي شيء يا اخي، كيف اعترف؟ ما عندي، لازم اللي تعترف. ناس يا اخي قطعوهم اشلاء، تحصل جسمهم قطع من قدمه لا راسه بالضرب،
حبال أوقات حبال يشرعونك لفوق. بالتأكيد كانت هناك العديد من الحالات في السجون، وجدنا أناساً تعرضوا إلى التعذيب بهدف انتزاع اعترافات منهم بالانتماء أو الاعتراف بجرائم مختلفة، خاصة الاعتراف بالإرهاب. كانت هذه بالفعل من الممارسات الشائعة. ما يجعل زعم الإمارات في مكافحة الإرهاب محل شك هو ما أورده لنا السجناء من محاولة توظيف بعض عناصر القاعدة واستخدامهم في تصفية من تراهم أبو ظبي خصوماً لها، وهو ما أكدته أيضاً محاضر التحقيق. وهنا يكمن السؤال: هل تحارب الإمارات الإرهاب أم تستخدمه بما يحقق أهدافها؟ كان معنا بالسجن رجل يدعى محسن سرور، رجل مشهور في منطقة لحج، ومعه صديق يدعى ياسر سكع. ذات مرة جاء ليتحدث إلي بعد التحقيق وقال لي: حصل لي شيء مضحك. فقلت له: ما الذي حدث؟ فقال: كنت مع المحقق أبو مريم وسألني: كم شخصاً قتلت في حياتي؟ هل قتلت 50 شخصاً؟ قلت له: أكثر من ذلك. وصل أبو مريم وقال: قتلت 100 شخص؟ 200؟ قلت له: أكثر من ذلك. فقال: هل قتلت 300 شخص؟ قلت له: نعم، في حدود 300 شخص تقريباً. إضافة إلى ذلك، أخبرني محسن بأن المحقق عرض عليه وظيفة للعمل معهم لكنه رفض، وبسبب ذلك وضعوه في جلسات تعذيب. هناك معلومة مهمة جداً جداً لأول مرة سأتطرق إليها وأعرضها على وسائل الإعلام، وهو أن هناك أشخاص من تنظيم القاعدة أو من تنظيم داعش من الموجودين في السجون يتم الإفراج عنهم من الضباط الإماراتيين باتفاق لتصفية شخصية. على سبيل المثال للحصر، تصفية الضابط في البحث الجنائي في سجن المنصورة سيف الضالعي تم عن طريق الإفراج عن شخص مهم في تنظيم القاعدة ممن كانوا معنا في المعتقل في سجن بئر أحمد مقابل أن يقتل سيف الضالعي. وما أن تم الإفراج عن هذا الشخص ومرت أيام قليلة حتى نفذ المهمة وقتل سيف الضالعي عند محطة إكسبرس في مدينة المنصورة. لم يتوقف العبث بملف الإرهاب عند مسألة التوظيف. هنا يروي لنا مروان ما سمعه مباشرة من أحد المعتقلين. كان هناك قاض عام للدولة الإسلامية بشبه الجزيرة العربية، أفضل عدم ذكر جنسيته حتى لا يتم التعرف عليه، في منطقة تدعى البيضاء. حدثني عن البترول الذي تقدمه الإمارات للدولة الإسلامية، وأخبرني أن شاباً كان يتولى رئاسة الأمن في تنظيم الدولة. قال لي القاضي: ذات مرة كان هذا الشاب يجلس بجواري وكان يتحدث في هاتفه ويطلب تمويل البترول. فقلت له: مع من تتحدث؟ فأجابني: مع الإماراتيين، لقد أحضروا لنا البترول. فقلت له: هؤلاء أعداؤنا ونحن مجاهدون ولا يجوز أن نتعاون معهم. فرد علي: هذا أمر لا يعنيك. وأضاف القاضي: لقد رأيتهم يأتون بالبترول. التواجد العسكري للإمارات في اليمن كان بهدف معلن، وهو مواجهة الحوثيين واستعادة الشرعية. ثم بعد ذلك نصبت نفسها محاربة للإرهاب في جنوب اليمن، وهو المبرر الذي تفنده شهادات الضيوف. وهذا ما يضعنا أمام تساؤل منطقي حول هدف الإمارات الحقيقي من وراء هذه الانتهاكات المنسوبة إليها. بدأت الإمارات تنأى بنفسها عن الحرب مع الحوثيين، مع أن الحرب معهم كانت سبب مجيئهم للمشاركة في حرب اليمن. عوضاً عن ذلك، أصبحت الآن أكثر دعماً للحركة الانفصالية في الجنوب. والحال هذه، ومع امتلاكها كل هذه القوة في عموم الجنوب، هناك شبهات تدور حول طبيعة دورها، فربما لها أجندات أخرى سياسية مثل دعم الانفصاليين، أو ربما لها أجندات تجارية. في اعتقادي هناك سببان وراء وجود الإمارات في اليمن.
أحد هذه الأسباب يتعلق بحماية مصالحهم الاستراتيجية في المناطق الساحلية في اليمن، لا سيما السيطرة على موانئها في المكلا وعدن والمخا، وصولاً إلى بلحاف التي تسعى من أجل السيطرة على محطة الغاز فيها. هذا التوجه لم يقتصر على اليمن فحسب، بل امتد إلى دول القرن الإفريقي، حيث باتت الإمارات تحظى هناك بحضور مماثل في موانئ الصومال وفي إريتريا التي استأجرت منها قاعدة عسكرية. بالنسبة لتوجه الإمارات، يرجح الناس احتمال أنها تعمل في اليمن وفق ثلاثة مسارات مختلفة: مسار تتعاون فيه مع السعودية، ومسار آخر تتعاون فيه مع الولايات المتحدة، ومسار ثالث تنتهج فيه توجها مختلفا ومستقلا تدير من خلاله أجندتها الخاصة في البلاد. هذا المسار الذي تنتهجه الإمارات بمعزل عن كل شركائها يعمل إلى جعل اليمن دولة منقسمة وفاشلة على الدوام، لا تستطيع المحافظة على حكومتها الشرعية بالاعتماد على نفسها. اعتمدت الاستراتيجية الإماراتية على الجمع بين أدوات أجنبية كما تبين في ملف مجموعة سبير أوبيريشنز وبين حلفاء على الأرض تم اختيارهم وتدريبهم بنمط يكشف عن المهمة الموكلة إليهم، وهذا ما أكده تقرير لجنة الخبراء البارزين الصادر عام 2018 بقوله: وصف عدد من الضحايا والشهود لفريق الخبراء سلوكاً عدوانياً منتشراً ومستمراً لقوات الحزام الأمني وأفراد من الإمارات العربية المتحدة، والذي اشتمل على العنف الجنسي، وقد تمثل ذلك في اغتصاب النساء والرجال وممارسة العنف الجنسي ضد النازحين والمهجرين والمجموعات الأكثر ضعفاً. الإمارات طبعاً عينت شلال وعاهبة عدروس شلال وشلال معين، هي طبعاً خلقت منهم كيان وعملت منه كيان سياسي جنوبي من أجل تنفذ أجندتها باسمهم وباسم الجنوب عبرهم، وطبعاً ما جابتهمش من فراغ، عرفت نفسياتهم وعرفت إيش أهدافهم وعرفت نعم إيش تكوينهم وإيش نقطة ضعفهم واستغلتها ودخلت لهم من هذا المدخل. على سبيل المثال، الإمارات العربية المتحدة بحسب بعض التقديرات جندت نحو 90,000 من القوات العسكرية في جنوب اليمن، تشمل قوات الحزام الأمني وقوات النخبة في شبوة وحضرموت، ولا تخضع هذه القوات بشكل مباشر للسلطات العسكرية الرسمية في اليمن، بل تم تدريبها ودعمها وتمويلها مباشرة من الإمارات. Funded by the United Arab Emirates. والله مؤسف جدا، يعني ضباطنا يعني الجنوبيين اللي في الحزام صبح زي العبد عند الإماراتي، ولا هو شيء، ما يعملوا لك أي قيمة، هذا يخلوهم زي العبيد. ما لفت انتباهنا أثناء عملية البحث والتتبع لما يحصل في جنوب اليمن هو ذكر مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتية. حاولنا الاستقصاء عن حقيقة الدور الذي تؤديه هذه المؤسسة، والتقينا بمنير طلال للوقوف عند تجربته مع الهلال الأحمر بعد أن فر إلى مكان آمن. أنا كنت من ضمن الأشخاص الذين اختارهم للعمل. صادمت مع رئيس الهلال الأحمر الإماراتي الذي كان يصب جم غضبه على الشرعية وعلى الرئيس وعلى نائب الرئيس وعلى الحكومة بن دغري حينها. دخلنا معهم في نقاشات حول هذا الشيء. أفضل الموضوع لأنني انسحبت من الهلال الأحمر وفضلت أنني ألا أعمل معهم، وقد استشاط غضبا أبو طلال لأنه لا يتقبلون العمل مع اليمني إلا وفق قاعدة السيد والمسؤول، بازدراء وباحتقار وامتهان بنفس الوقت. كثير من أفراد الهلال الأحمر الإماراتي ضباط في المخابرات الإماراتية، ورأيناهم بأعيننا في مقر التحالف،
وتضرب لهم التحية العسكرية، ومنهم ضابط اسمه الكلباني مشرف التعجيب وضابط التحقيق في سجن الريان في المكلا. تفاجأت بأبو طلال يضم اسمي في قضية من القضايا في قسم الدوائي، لأني أدير منظمة، هذه المنظمة تتبع تجمع جبل الإصلاح وأنها ممولة من قطر وإلى آخره. طبعا كان الكلام مثير للسخرية. المنظمة اللي كنت أديرها هي مشروع فرنسي للدعم النفسي في زمن الحرب. الهلال كان أداة من أدوات الاستخبارات الإماراتية لتمزيق اليمن، ليس الهلال فقط ولكن أيضا عند جمعية خليفة الخيرية وبقية واللقاءات الدولية الإماراتية وبقية المنظمات اللي عاملة في الإغاثة أو الأعمال الخيرية، أعمالها أعمال استخباراتية وكل المسؤولين عليها ضباط عسكريين، وكانوا يعملون في مجالات استخباراتية واضحة، مجالات الرصد الإعلامي، مجالات التحليل، اتجاهات الرأي العام، أشياء تندرج في مجال العمل الاستخباراتي. تشير الكثير من الملفات التي فتحناها في هذا التحقيق إلى وقوع جرائم حرب في اليمن، وفي ظل غياب مؤسسات الدولة اليمنية يبقى السؤال المعلق هو عن إمكانية الملاحقة القانونية للمجرم الحقيقي ومن يقف وراءه، وهل سينال عقابا يردعه عن مواصلة جريمته؟ لقد شاركت في صياغة قانون أمر فيه الكونغرس الإدارة الأمريكية بوقف المساعدات التي تقدمها إلى القوات السعودية والإماراتية التي تحارب في اليمن. وبالطبع فالحاجز الأكبر أمام هذا النوع من المقاضاة هو الخوف من لجوء البلد الذي يتم مقاضاته إلى قتل أو الانتقام من أي شخص يقدم ضدها الشكوى. هذه عقبة كبيرة بالطبع، ولكن نأمل أن يجد الباحثون عن العدالة الدولية بغيتهم في الفرص التي تتيحها المحاكم في الولايات المتحدة، فهنا يمكن للمرء أن يخفي هويته عندما يقدم الشكوى، وبالتالي لا تستطيع الدولة التي يتم مقاضاتها معرفة هوية الشاكي، وهذا ما حصل في القضايا التي رفعتها أمام المحاكم. مع ارتفاع وتيرة الانتقادات الموجهة لأبو ظبي نتيجة لما مارسته من انتهاكات، جاء إعلانها المفاجئ عن انسحابها من اليمن، مما يثير تساؤلات كثيرة حول جدية وحقيقة هذا الانسحاب، وهل يجنبها ذلك المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام العالم؟ يزعم الإماراتيون أنهم انسحبوا من جنوب اليمن، لكنهم مع ذلك ما زالوا يحتفظون بعلاقاتهم مع مختلف الميليشيات التي تندرج تحت إطار ما يسمى بالأحزمة الأمنية، بل ولم تتوقف الإمارات عن دعم المجلس الانتقالي الجنوبي، مع أنه كيان سياسي معروف بسعيه لتولي حكم دولة مستقلة في الجنوب. ولهذا فمن الناحية العملية لا يزال الإماراتيون قادرين على مواصلة توسيع نطاق طموحاتهم الجيوسياسية في جنوب اليمن. الآن حتى الآن في أخبار أن الإمارات ما تغادر من اليمن، حتى لا غادرت الإمارات، عندها الآن عيدروس والمجلس الانتقالي وميليشيات الحزام الأمني يعتبروا أكبر بالنسبة لتنفيذ إجنة الإمارات أكثر من الجيش الإماراتي داخل، نعم، في دولة الإمارات بيخدموهم أكثر من جيشها وأكثر من مواطن الإمارات. وفقاً لاتفاق الرياض الذي تم توقيعه في 5 نوفمبر 2019 بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، فإن الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الانتقالي سيتم دمجها ضمن وزارتي الداخلية والدفاع،
وهنا يطرح سؤال آخر، هل يسهم هذا الاتفاق في شرعنة الميليشيات التي مارست كل هذه الانتهاكات، وهل يعفيها ذلك من المسؤولية القانونية؟ التبعات القانونية على من مارسوا هذه العمليات حتى وإن تم دمجهم في السلطة الجديدة طبقا للواقع الذي نراه حاليا وتولوا مناصب مهما كانت هذه المناصب، فهذا لا يسقط حق الضحايا في الملاحقة القانونية. لو عدنا إلى سنة 1976 في الأرجنتين عندما حدث الانقلاب هناك، كان هناك في المصالحة الوطنية التي حدثت تم إصدار عفو عام، يعني قانون العفو، وأعفى من ارتكبوا هذه الجرائم بعد أن قتلوا ما يقارب 15,000 مواطن. بعدها جاء البرلمان وأصدر قانون ألغى هذا العفو، وجاءوا قيادة الانقلاب وقضوا بقية حياتهم في السجون. أعتقد أن الوضع في اليمن أصبح غاتما للغاية، ولا يبدو أن ثمة طريقا في هذه المرحلة للخروج من هذه الحرب. الإماراتيون خفضوا قواتهم في اليمن لأنهم أنجزوا إلى حد كبير كل ما أرادوا تحقيقه في الجنوب، حيث دربوا الميليشيات وأصبحوا يمتلكون قوات من المرتزقة يمكنها حماية المصالح التي حققوها هناك. أما بالنسبة للسعودية فالصورة مختلفة تماما، فهي لم تتمكن من تحقيق فوز على الحوثيين، بل يمكن القول إن الحوثيين انتصروا عليها في الحرب، لكن يبقى مع ذلك أن الخاسر الأكبر في هذه الحرب هو بلا شك الشعب اليمني. لا يمكننا القول إننا أغلقنا ملفي الاغتيالات والسجون السرية، واللذين يضافان إلى ملفات أخرى تعكس حجم الانتهاكات والجرائم المرتكبة جنوب اليمن. فحتى لحظة كتابة هذه الكلمات لازلنا نستقبل الكثير من الوثائق، ليبقى هذا التحقيق عصيا على الإغلاق، ويبقى معه مصير اليمن مفتوحا على كل الاحتمالات.